السلام عليكم. النهاردة هنحضر مع بعض الفطير المشلتت، هنعمله مع بعض على الطاسة. طريقته سهلة وبسيطة ومفيش أي تعايد إن شاء الله في الوصفة. هنعمله طريقته ناجحة جدا جدا، والطعم فعلا الفطير الفلاحي اللي احنا بناكله بره هنعمله مع بعض على الطاسة إن شاء الله. وصفة النهاردة تعجبكم بدون عجن كتير، وهيطلع مورق معاكم زي ما انتوا شايفين كده وطري ان شاء الله. وصفة النهاردة تعجبكم، يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا على المقادير ونشوف طريقة التحضير ايه. كل اللي معايا هنا هحتاج 1.5 كوباية من المية الفترة، ومعايا هنا 2 كوباية كبار من الدقيق، ومعايا معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة من الملح يعني مليانة شوية. ضفت هنا أول حاجة 1.5 كوباية من المية، بعد كده حطيت السكر. طبعا السكر انت بتحطيه على حسب الرغبة، بس انا بحبها شوية مسكرة، يعني نص معلقة السكر دي مش هتعمل اي حاجة، بالعكس دي بتدي برضو طعم في الفطير. والملح طبعا بيظهر طعم. خلطتهم كده مع بعض لحد ما دابوا، بعد كده نزلت باخر حاجة الدقيق. انا ضفت هنا 1 كوباية ودي التاني 1 كوباية، وهبتدي احطه تدريجيا لحد ما العجين يتلم معايا. بصوا العجين ابتدى يتقل اهوت، هبتدي احط شوية بشوية واقلب. وممكن طبعا تعملي العكس، تضيفي الدقيق وبعد كده تحط المية تدريجية. طبعا ده بيرجع على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا هنا مستخدمة دقيق متعدد الاستخدام او دقيق المخبوزات فقط، ده بيديكي نتيجة كويسة جدا جدا لأي مخبوزات ممكن تستخدميه. في المرحلة ديت هبتدي بقى اعجنها لحد ما العجينه تلم معايا بالمنظر ده. شايفين قد ايه طريه؟ بصوا بتمط معايا ازاي، وهي دي النتيجه اللي احنا عاوزين نوصل لها. مسحتها كده مسحه من الزيت، ودي اهم شيء، وهسيبها ترتاح لمده نص ساعه. عاوزه اقول لكم كمان مده العجن ما يقلش عن 10 دقائق. هسيبها بقى ترتاح شويه ونجهز الخلطه اللي احنا هنعمل بيها وتدينا ريحه وطعم الفطير المشلتت. حطيت هنا 2 كبار من الزبدة درجة حرارة الغرفة، معايا هنا 1/4 كوباية من الحليب، ضفت عليهم يعني 1/4 معلقة من السكر ورشة كده من الملح. هضيف بقى كل المكونات على بعض، وهنا الأساسي معايا القشطة المعلبة. ممكن تستخدمي طبعا القشطة البلدي اللي هي بتاعت اللبن، انا هنا عشان ما عنديش البلدي فمستخدمة المعلبة، وديت اللي بتدينا سر الطعم الفطير المشلتت. هبتدي بقى ايه اخلطهم كده مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى معايا قوامهم كريمي. وطبعا الزبدة بتخلي الفطير هو دوت اللي بتديله برضو التوريقة اللي احنا زي اللي احنا ايه بنجيبه من بره وبنشوفه. فالاساسي ديت الخلطة الاساسية اللي معايا اللي بتخلي فعلا الفطير المشلتت نتيجته ناجحة. هخلط بقى كده المكونات مع بعض، مش قادرة اقول لكم ريحة الخليط ده عامل ازاي. جبت هنا بقى صينية، او ممكن تستخدمي طبعا الكونتر بتاع المطبخ. حطيت هنا الصينية، بعد كده بعد ما العجينة ارتاحت حطيت رشة من الدقيق، وحطيت هنا مسحة كده من الزيت، ده بتساعدني على الفرد. بصوا العجينة عاملة ازاي، هي اهو بص بتفرد معايا بكل سهولة. هستخدم برضو النشابة، انا بتكلم لو عاوزة تفرديها بايديكي هي تاخد معاكي شوية مجهود، وبرضو بتديكي نفس النتيجة. انا عاوزة اقول لكم ان يعني ما معناه ان العجين ناجح جدا، وطبعا المخبوز كويس والحاجة والمكونات مخدومة كويسة بتديكي طبعا نتيجة افضل واحسن.
جبت بقى النشابة بالمنظر دوت، وهبتدي افرد. لو مش عندك النشابة ومش متوفرة عندك، ممكن بايديك. يعني هي العجينة رهيبة بجد، حلوة جدا. فردتها بالمنظر دوت كده، بصوا شايفين. اتأكد كمان ان هي مش لازقة في الصينية من تحت. هحطيت معلقة من الخليط اهو، بص بتتشال معايا بكل سهولة ازاي. وهبتدي ألمها بالمنظر ده، ودي أول حاجة معايا. هعملها زي الكورة كده، وأهم شيء ان انا بعد ما اخلصهم هشيلهم في التلاجة او الفليزر لمدة نص ساعة، عشان خاطر طبعا الزبدة تتماسك والخليط ده كله ايه يمسك في العجين. ابتدي بقى الف كده بالمنظر ده، وعملتهم اهوت معايا ما شاء الله. عملوا معايا دولت العدد الفطاير، عملوا معايا 7 فطاير. مسحتهم برضو بمسحة من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، وهعملهم هغطيهم بكيس المطبخ، وهدخلهم في التلاجة لمدة نص ساعة. طبعا كل ما بتسيبيهم بيديكي نتيجة احسن، لان بتمسك في الخليط. واهم شيء طبعا ان انت بتكوني حاطة الكيس التلاجة، فبتخلي طبعا الزبدة وكل الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض دي متماسكة. خدها بقى بالمنظر دوت، وهبتدي افردها. هي ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة. عاوزه اقول لكم اهم شيء العجينة اللي هي لما بنيجي نفردها بنفردها من تحت، يعني العكس بتاع العجينة، هي دي اللي بتتفرد، هو ده اللي بيبقى وش العجينة. هبتدي افردها كده، ما تقلقوش خالص لو اتخرمت منكم او عملت الحاجات دي. اهم حاجة برضو ان هي تبقى قريقة العجينة، ما تبقاش مكتومة، عادي جدا ما فيش اي مشكلة، لان ديت لسه برضو لسه فاضل لها طبقة كمان، اخر حاجة اللي احنا هنفردها في الصينية، وهي دي طبعا اللي بتدينا الطبقات. الطبقات اللي احنا بنعملها مع بعض بنفردها ونلمها، دي اللي بتدينا الطبقات. هجيب عجينة تانية اهي، وهبتدي برضو افردها بالنشابة بالمنظر ده. بص هي ما شاء الله، بص انا بعملها بايدي كده بتتفرد معايا. وهبتدي اشتغل بالنشابة وافردها، وزي ما انا قلت لكم اتقطعت منكم او حاجة ما تقلقوش خالص. اهم حاجة ان العجينة تبقى قريقة لحد ما لحد، يعني تحاولي ان انت تخليها قريقة لحد، يعني عشان خاطر تدينا الترويقة اللي بتبقى في العجين من جوه عجينة الفطير. وابتدي برضو اعملها كده طبقة بالمنظر ده، احطهم برضو لمدة 1/3 ساعة، وارجع نفردها مع بعض. زي ما انا قلت لكم بحط وش العجينة من تحت، وبشتغل من ظهر العجينة العكس، يعني دي اخر حاجة. ابتدي طبعا افردها بالمنظر ده. كل ما بتسيبوا العجينة ترتاح، طبعا ما تنسوش ان ما فيهاش خميرة او اي حاجة، بتدينا نتيجة احسن. وحطيتها في الصينية بالمنظر ده، انا بمسحها كده مسحة من الزيت بالمنديل، وببتدي ان انا افردها كويس جدا، واغطيها واسيبها على نار هادية. هنشوف مع بعض. افردها كويس قوي، بصوا ما شاء الله العجينة بتمط معايا بجد. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها، تعجبكم جدا جدا.
افردها بقى كويس كده على العجينة، اي بصوا اي فتحات زي كده في العجين ممكن تضمي العجين شوية فبتبتدي ان هي بتتلم لوحدها، مفيش اي مشكلة. اخر حاجة بحط طبقة من الخليط وببتدي ان انا اعمله وبطلعه بالمنظر ده، ايه رأيكم؟ طرية جدا، ريحة الفطير ما تخيرهوش عن ان انتي بتجيبيه من بره من الناس اللي هم الفلاحين او الناس اللي بتبقى قاعدة اللي ما نعرفش عاملينه ازاي. بجد ان شاء الله هتجربوا الطريقة وهتعجبكم جدا جدا. حضروا بقى مع عسل ابيض